الثالثة رياكشن منتظر من أتلتي بعد الخسارة في البايرينا. رود الليبرك تكلم عنه العالم في أسبوع الديربي بسات المحلية والأوروبية. فسح المجال للفيفا دايس لأيام الفيفا والتحضير. دييغو سيميوني مولع. دييغو سيميوني ومونتيرو حكم الديربي ينبهك. أجواء متميزة جدا. القمة الآن في السا قبل التوقف. فيني وفي أوفسايد. يمشي الفرنسي خطيرة جدا العرضية. ودي هو الأكبر في تاريخ الكرة. يمشي بالرأس خطيرة الأولى. أتلتيكو مهاجم. البداية قوية جدا. أتلتيكو يريد الانتصار. تشكيلة أتلتي وسط أجوام. ترجع الكرة عن طريق رجل الريال يبدأ بستة ربح خطيرة جدا. تمشي مدريدية. 8 انتصارات 5 في صعيد الليغا. محاولة التسديد على مرمى الميرينجي صعبة خطيرة وفرصة كبيرة وهدف ولا كورنر. ركنية التسديدة عن طريق يانيكا الرأس التي فوز أتلتي. والرأس خطيرة مش ممكن وهدف أول يضيع. حتى الكرة كوندوغبيا تبديلها باهي ويمشي بالكرة كوندوغبيا تطعي الكرة ممتازة دي بول. العبرة بالخواتيم. كوندوغبيا صاروخ آخر من فرنسا انطلق من كوندوغبيا. كرة ولا أروع من كوندوغبيا. الترجيح في كل مرة كان يتقدم. فينيسيوس جونيور شاب صغير ولكن عمنتي. لورينتي والريال تعب الكرة. تشواميني حط الكرة. رودريجو خطيرة جول. 1-0 للمرينجي. 1-0 للريال مدريد في الواندا. دائما ريالكم وردة. المادس السامبا يا برازيلي. واحد في نظيف وصحيح وجاب 24 بوده. ديبول فيني ولا يمشي خطيرة جول. عندهم تيبو كورتوا. غريزمان مولع اليوم. نذكركم اول مره ريال كلهم مدريد لكن في تعليم يدخل متاخر لكن يلعب. فينيسيوس والهربة والدفاع ثاني. رودريجو كورنير. نعم قبل ان فيني والثاني. فالفيردي جول. فالفيردي اصطادهم ثانية. حب يجيب الثاني بروح الاصرار. القائم المرينجي 2-0 للريال.